بتاعت الفراشة دي كانت عجباني. ليه؟ لأن هي فراشة ضعيفة جدا. ممكن تشتغل ايدي، تعمل ايدي، ممكن تعمل حاجة ليها تأثير يعني. ايه مثلا؟ تفرحني شوية. ماشي، ايه تاني ليها حاجة في الطبيعة بتعمل اي فايدة؟ ايه رأيك وهي بتطير بتنقل ايه من الايه؟ بتنقل حبوب لقاح وبتنقل حاجات عشان الزرع نفسه من غيرها، بالرغم ان هي ضعيفة. انما ممكن شجرة ضخمة جدا ما تنموش لان ما تنقلهاش عن طريق رجليها الحاجات دي. فمعنى كده ان انا ممكن اكون ضعيف جدا، اتنفخ فيا اقع، ممكن من غير حتى ما يتنفخ اقع لوحدي، ولكن ربنا يشتغل بيا، طلع بسببي شجرة ضخمة جدا جدا، وهو ده شغل ربنا. يلا بينا نبتدي مع بعض قصة عاملا بضعف. في آية جميلة خالص نفسي نحفظها، بيقولها يوناثان، بيقولها ابن داود النبي، سوري، ابن شاول الملك في العهد القديم، بيقول كده: ليس للرب مانع عن أن يخلص بالكثير أو بالقليل. نقولها تاني، يلا: ليس للرب مانع عن أن يخلص بالكثير أو بالقليل. يلا كمان مرة، يلا: ليس للرب مانع عن أن يخلص بالكثير أو بالقليل. أنا بقى حاسب نفسي إيه؟ كتير قليل؟ ربنا يشتغل، ماليش دعوة بقى. هو أنا كده كده عارف إن أنا مش كتير، أنا ضعيف، طب ربنا ممكن يشتغل بيا؟ أيوه، حتى لو كنت بذرة خردل، حبة خردل واحدة، أيوه ممكن حبة الخردل دي اللي المسيح قال عليها أصغر جميع البذور، لكن متى نمت؟ لما تكبر تكون شجرة ضخمة تتقوى فيها الطيور، بذرة صغيرة مش باينة من الأرض. ربنا يشتغل معايا بالطريقة دي. عنده استطاعة؟ عنده. أنا عندي استطاعة؟ لأ، بس هو معايا يقدر. فهمتوا ازاي؟ يلا بينا نشوف موضوع الضعف. ايه الفرق يا اولاد بين الوش اليمين والوش الشمال؟ اتفضل. الراجل العجوز مش هو اللي خلى نفسه عجوز، هو كده غصب عنه، سنه كده، عينه راحت بالمرض، هو مش هو اللي صنع المرض لكن غصب عنه. انما التاني اللي بوظ وشه هو اللي دخل خناقه، دي غلطته. في ضعف يا اولاد انا مسؤول عنه، وفي ضعف انا مش مسؤول عنه. ربنا بيشتغل بأني نوع؟ الاثنين طبعا، لان انا لو مش مسؤول عن الضعف يبقى ربنا اللي مسؤول، يقول لي خلاص الموضوع بتاعي. طب لو انا غلطت بوظت الدنيا تشتغل معايا يا رب؟ يقول لي اه طبعا. ما انت ابني هتروح يعني لحد غريب؟ ما فيش عندك غيري الوحيد اللي يقدر يشتغل في ضعفك ويغير ضعفك. يعني مثلا تعالوا ناخد اول نوع اللي مش مسؤوليتي. بص يا اولاد، في مثل، اتفضل اقلب، انتوا عارفين طبعا الموقف ده بتاع مين؟ لعازر. الحقيقة لعازر مات غصب عنه، يعني شاب صغير مات في سن صغير، واخواته قعدوا عاملين مناحة وبيقولوا للمسيح: لو كنت هنا لم يمت اخي. مش مسؤوليتنا، احنا ما قتلناهوش، ولكن المشكلة في مين؟ المشكلة ان الاختيار بتاع الوقت كان صعب جدا، شاب صغير يا جماعة. بص ربنا قايل ايه: فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله، ليتمجد ابن الله به. ليتمجد ابن الله به. في سبب كان من وراء هذا الضعف، في حاجة حاصلة في خطة ربنا ليا، بيقول لي فيها: سمحت ان انت تكون في الوقت ده عندك ضعف، انت مش مسؤول عنه، انا اللي مسؤول. ليه؟ عشان اشتغل فيك، اشتغل بيك. عندنا اولاد حاجات كتيرة خالص بتحصل في حياتنا احنا مش مسؤولين عنها. الكورونا دي، الوباء اللي حصل، احنا مش مسؤولين عنه، ولكن ربنا بيشتغل فيه، عمل دي معجزات ضخمة جدا. احنا مش مسؤولين عن الجو الحر وتقلب المناخ، لكن ربنا بيشتغل فيه.
احنا مش مسؤولين عن اي مصايب ممكن تحصل، لكن ربنا بيتمجد فيه. هل احنا مسؤولين عن الكون؟ الله هو اللي مسؤول. يقول لي انا هخضع الكون للخير وكل الاشياء تعمل معا للخير. انا هشتغل فيك وهشتغل بالكون. يلا نشوف مثلا مع بعض بولس الرسول، الرجل المجتهد الجميل المحب. الحقيقة انتوا لو عارفين قصته هتعرفوا كويس قوي ان كان عنده مشاكل صحية. عارفين ايه يا اولاد مثلا؟ ايه المشاكل الصحية اللي كانت عنده؟ حد يعرف؟ عنده شوكة في الجسد. ايه هي الشوكة في الجسد؟ مش شوكة شوكة يعني، في معنى. ها، عنده مشكلة في ظهره. ايه كمان؟ عينه كان عنده مشكلة. يقول كده بعض الناس انه كان عنده نوع من انواع الرمد الصديدي، عشان خاطر كان بيربط عينيه كتير. هو نفسه في كورنثوس الثانية يا اولاد تقريبا صح 11 بيتكلم عن كمية الضربات اللي اتضربها وكمية الحاجات اللي اتأذى فيها. كل مرة يروح مكان يشتغل فيه كخادم يتضرب، يضطهد، يتجلد. يقول 5 مرات اتضربت بالعصا، اتكسرت بيه السفينة 2 مرات، رجمت مرة. فاهمين؟ في مرة من المرات اترجم لحد ما مات وربنا قومه من الموت تاني. انا ذنبي ايه؟ انا عملت ايه؟ انا بس بخدم. ايوه، انت هتخدم وانت ضعيف. طب يا رب مش لو شافتني اخدم احسن. قعد يصلي ويطلب من ربنا ويقول له كده: يا رب من فضلك اشفيني. فرد عليه ربنا وقال له الآية دي، وقال: فقال لي: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. اخترتك وانت ضعيف. طب لو انت كنت قوي وجسمك جامد ومعك فلوس، لا ما كنتش هشتغل بيك. انا بحب الضعفاء. اصل اللي واخد على غنى واللي واخد على جبروت بيبقى عنده كبرياء قلب، وربنا مش بيشتغل مع اللي عنده كبرياء قلب. الله يقاوم المستكبرين بفكر قلوبهم، اما المتضعون يعطيهم نعمة. عشان كده ربنا كان خايف على، انجاز التعبير، كان خايف على بولس لحسن يتكبر، فداله هذه الحماية. والضعف كان حماية. اشتغل ربنا بضعف بولس. بيقولوا الاباء ان بولس بشر لوحده 1/3 العالم المسكون في الوقت ده، 1/3 العالم المعروف. هذا الشخص المضروب بشره لوحده. انا وانت نقدر نعمل ايه واحنا ضعفاء؟ صدقوني ربنا يقدر يعمل بينا كل حاجة، يقدر يعمل بينا كل حاجة. احنا دلوقتي في صوم الرسل يا اولاد، واحنا بنعيد بعيد الرسل بنفتكر ان الرسل الغلابة دول، الغلابة قوي، الواقعين قوي دول، بشروا بقوة ربنا العالم. كرزوا الى اقطار المسكونة، خرجت اصواتهم وبلغت اقوالهم. يعني النهاردة ربنا اللي اشتغل معاهم يقدر يشتغل معاه. يعني مثلا واحد فينا كده يقدر يقول: يا ابونا، هو احنا في الغلا ده وفي الوبا ده يقدر الواحد فينا يكون نفسه؟ يقدر طبعا. هو انت اللي عملت الغلا؟ هو ربنا اللي سمح بيه، خلاص ربنا يقدر يشتغل فيه. طب تقدر تنجح في وسط زحمة الناس؟ اه طبعا. طب اذا كنت رايح تشتغل في مكان فيه ناس مش كويس تقدر تنجح؟ طبعا ربنا يشتغل فيك. بس انا لسه غلبان، انا مش عارف حاجة. ربنا مش هيخليه غلبان، خليك جبار بأس. في واحد يا اولاد كان فاكر نفسه غلبان قوي في العهد القديم، في سفر اسمه سفر القضاء، واحد اسمه جدعون. جدعون جدع. جدعون ده كان فاكر نفسه ولا حاجة، صورته عن نفسه صفر، يساوي صفر. ربنا مرة احتاجه كده فظهر له وقال له: ايه، الرب معك يا جبار البأس. فبص روحه كده: حضرتك بتكلم مين؟ قال له: بكلمك انت. قال له: الرب معك يا جبار البأس. قال له: معلش انا مش كلام ده، لو انا جبار بأس طب ايه المنظر اللي انا فيه ده؟ ده انا غلبان غلب، ده انا مكسور، ده انا ضايع. كل اللي انت عايزه محتاجه من واحد تاني غيري. روح للملك، روح لبطل، روح لواحد جامد، طب اي حد غني. قال له: لا، انت اللي هتخلص اسرائيل. وربنا اشتغل بجدعون دون وعمل بيه معجزات. كان فيه اولاد 300 واحد بس في حرب، جدعون كان الرئيس بتاعهم، كان القائد. 300 واحد
غلبوا عشرات الالوف، عشرات الالوف. فعايز اقول لكم الايه اللي احنا قلناها من شويه، ليس للرب مانع عن ان يخلص بالكثير او بالقليل. يلا نقولها تاني عشان نحفظها، يلا. ليس للرب مانع عن ان يخلص بالكثير او بالقليل. لو انت احتجت ان انت تسمع كلمة تشجيع اسمعها من ربنا. قعدت مع نفسك هتسمع كلمة احباط. عادة احنا بنحب نحبط روحنا للأسف يعني. وبرضو الحقيقة الاصحاب بيحاولوا يشجعونا بس ساعات بتدخل معكوسة. يعني ساعات صاحبي بدل ما يساعدني يقول لي كلمة هو مش قصده بس محبط. وساعات الناس العادية كده في هزارها. الوحيد اللي يشتغل في ضعفي وحوله لقوة هو ربنا نفسه. يلا بينا ننقل. شوفوا بقى الغلابة اللي قاعدين دول، لو شفناهم في أي فيلم نقول عليهم يعني إيه؟ إخوة رب، صح كده؟ ناس محتاجة مساعدة، مشردين زي اللي بنسمع عنهم، أو نجمع لهم شوية فلوس على العيد. تخيلوا دول بقى كانوا رسل المسيح. شوف بقى يقول الآية، بل اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء، واختار الله أبنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل، ليبطل الموجود. انت شايف نفسك مصدرة؟ اطمن بقى خلاص ربنا كده يشتغل بيك. حاسس نفسك مش موجود؟ اطمن برضه ربنا بيحب النوع ده. حاسس نفسك عدم، غلبان؟ ولا يهمك، هم التلاميذ كانوا كده، سبقوك التلاميذ في الموضوع ده. اطمن اي حاجة تقف قدامك تبقى صعبة تقول يا رب زي ما عديت التلاميذ عديني، انا غلبان. انما العكس يا اولاد هو الخطر قوي. لو احنا وقفنا قدام ربنا نقول له انا اقدر، لا تكسر. في مرة من مرات بطرس الرسول شم نفسه وقال له انا اقدر. عارفين قال له امتى؟ قال له انا اقدر دي امتى؟ قبل الصلاة. قبله قال له ايه؟ رائع ناردين. يقول إن أنكرك الجميع أنا لا أنكرك، أنا أقدر. قال له اليوم قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني أنت ثلاث مرات. تقدر ولا ما تقدرش؟ أيوة ما أقدرش. اكتشف كده بعد كده، اكتشف ضعفه. يا ريته كان قال له يا رب أنا غلبان عن ضعف إيماني. فاهمين؟ بعد كده بطرس عرف الموضوع، اتعلم الدرس. واحنا عشان كده بنقف قدام ربنا مهما كنا شطار نقول له ارحمنا. فاهمين؟ الكنيسة بتقول ايه؟ ارحمنا. اكتر كلمة متكررة في الكنيسة بنقولها بكل الاشكال، عربي ويوناني وقبطي وكريا ليسون ومطانيات كله، حتى في الزفة بنقول ارحمنا. وبعد شوية نقلب بنقول له اوصلنا. ها؟ اوصلنا بعد يعني خلصنا، ارحمنا. هي هي يعني احنا من كتر ما حاسين بالضعف نقول له ارحمنا، انما لو بطلنا نقول له ارحمنا يجي لنا الكبرياء وبعد شوية نكسر. عشان كده الكتاب يقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. احنا النهاردة فرحانين ان احنا ضعف صحيح ولكن في ايده، مش متروكين. لو انا ضعيف وقاعد بعيد عن ربنا انا كده فعلا ضايع. لو انا ضعيف وفي ايدين ربنا انا كده فعلا بطل بجد حقيقي، يعني مش هزار. لو انا بعيد عن ربنا هحس بالضعف. طب لو انا فعلا ضعيف يا اولاد، بس مثلا ايه يعني جوايا صوت كده بيقول لي ما تخافش، صوت ربنا يعني، ايه رأيكم؟ هل دون مجرد بس كده حالة نفسية؟ لو جواه صوت بيقول لي ما تخافش تقدر، ده كده مثلا واحد بارد لمؤاخذة يعني، واحد كده ما يحسش الناس كلها خايفة وهو مش خايف، ايه رأيكم؟ مش بتحصل؟ ممكن نعتبر نفسنا عندنا برود؟ لا، تعالوا بصوا الست دي، يلا اقلب. احنا عرفنا ان ايمان زائد ضعف بيساوي قوة، خلص المعادلة دي معروف. يلا اقلب اللي بعديه. فصلت واحدة ست اسمها ايه؟ حنة. حنة دي ام مين؟
ست ام صمويل بتقول ايه بقى؟ فصلت حنة وقالت، شوفوا الكلام، فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، لا تكثروا الكلام العالي المستعلي. مين دول اللي بيكتروا الكلام اللي فيه كبرياء؟ بتقول لهم كده محدش يتكبر، بطلوا الكلام الفاضي، لا تكثروا الكلام العالي المستعلي. عارفين ايه مشكلة حنة دي؟ حد يعرف؟ قولي مارينا. عقر، تخلفش. عادلتها بقى بتخلف، مزلة طول الوقت، ذل. كانت فضيحة ايام زمان ان واحدة ما تخلفش، يعني يتقال عليها كلام ايه بقى، يعني شوف العار. حتى عشان كده كانت تسمي نفسها عار. شوفوا بقى الست دي اللي حاسة بالطمأنينة والفرح برغم ضعفها بتقول ايه؟ فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، لا تكثروا الكلام العالي المستعلي، ولتبرح وقاحة من أفواهكم، لأن الرب إله عليم وبه توزن الأعمال. قصي الجبابرة انحطمت. القصي اللي هي جمع قوس، يعني الجبار اللي في الحرب بيمسك قوس ضخم كده زي المدفع. يقول كل أسلحة الشر اتكسرت، وكمان الضعفاء تمنطقوا بالبأس. ضعفاء وتشاور على نفسها، انا كنت لابسة حماية متمنطقة، معايا الدرع بتاع الشجاعة متمنطقة بالبأس. الشباعة اجروا انفسهم بالخبز، يعني الغني وصل لدرجة من الفقر ان بيأجر نفسه عشان يأكل. الشباعة اجروا بالخبز، والجياع كفوا، اللي هو انا كنت جعانة ولكن كفيت. يعني ايه؟ خلاص شبعت، اكل، اكلت لحد ما شبعت. المفروض العكس، المفروض اللي عندهم فلوس هم اللي يشبعوا. لا لا، انا النهارده ضعيف بس شبعان، جوايا قوه، ده مش برود، دي قوه. مش بس كده، يقول حتى ان العاقر ولدت سبعه. العاقر بتشاور على نفسها، ولدت سبعه، يعني ايه سبعه؟ ده رمز ايه يا اولاد الرقم ده؟ بيقولوا عليه كده رمز الكمال. لما تلاقي رقم سبعة في الكتاب المقدس ده رمزيا معناها كل العدد، الانفينيتي، كمال العدد. زي ما يقول الصديق يسقط سبع مرات، يعني واقع كتير قوي، سبع مرات ويقوم. معنى كده ان هي ولدت كتير قوي. الحاقر، ايوه طبعا. يقول كمان وكثيرة البنين زبلت. الست بقى اللي عندها عيال كتير هي اللي ضعفت. الرب يميت ويحيي. طبعا يميت مين؟ ها، يميت مين؟ ايه رأيكم المسيح في الصليب موت مين؟ لا، الحقيقة الشيطان ما ماتش، الموت هو اللي مات. يقولك بالموت داس الموت. الشيطان كده كده ميت، ها، لكن المسيح موت الموت وأحياني أنا. عشان كده الكلام ده أشار للصليب، يميت ويحيي. المسيح لما مات على الصليب إيه اللي حصل؟ قومني أنا في القيامة. يقول كمان يهبط إلى الهوية ويصعد. هو بنفسه نزل الهوية المسيح وطلعني. مين كان يصدق؟ مين كان يصدق؟ محدش. أنا رب اللي كنت يائس من نفسي ومصيري الأبدي محتوم بالموت، تشيلني أنا؟ أيوة طبعا، أنا جاي لك أنت، قوتي في ضعفك تكمل. يقول كمان الرب يفقر ويغني، يضع ويرفع. يضع يعني ينزل، ينزل ويرفع. بالمناسبة الجملة دي قالتها العذراء، اللي هيفتكر الجملة اللي قالتها العذراء شبه الحتة الصغيرة دي لخمسة جنيه. يلا اهرش بقى كده انت، ما انا رفعت، اتفضل. لا 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 حبيبي، لا، العذراء قالت حاجة شبه كده. ها ها ها، اغششكو؟ مش يعني هاخد 2 جنيه من 5؟ ايه كمان؟ انت محدش رفع ايده ليه يا اولاد؟ ست العذراء، ايوه، برافو مارينا، هتاخد 5 جنيه. انزل الاعزاء عن الكراسي وايه؟ ورفع المتضعين، اشبع الجياع خيرات وصرف الاغنياء فارغين. هي قصدها على نفسها. ايه رايك العذراء شايفه نفسها ايه؟ ضعيفة، ولكنها في ايه؟ يقول لك في دين ربنا تعظم نفسي الرب، تفتخر روحي بالله مخلصي. صح؟
يقول كمان ايه؟ تقول كمان باقي التسبيحة ايه؟ صنع بي خلاصا واسمه قدوس هو ذا منذ الان. برافو. جميع الاجيال ايه؟ تطوبني. يعني هي شايفه نفسها ضعيفه ولا لا؟ ايوه طبعا هي شايفه نفسها ضعيفه، بس وهي مع ربنا حاسه ان جميع الاجيال بتقولها بختك. يعني هي قويه، قوه ربنا في ضعف العذراء بتشتغل. عشان كده قالت هوذا انا امه الرب، يعني عبدته خدمته، يعني انا ضعيف ايوه بس قويه فيه. نرجع تاني، يقول يقيم المسكين من التراب ويرفع الفقير من المزبله. في فرق يا اولاد بين التراب والمزبله، ليفلز. التراب عادي مكان مش نظيف، واحد فقير يعني، انما الواقع قوي، الواقع قوي بيقعد في الزباله. يعني لو كنت انا واقع او واقع قوي ربنا هيقومني. يقول لك يقيم المسكين من التراب ويرفع الفقير من المزبله للجلوس مع الشرفاء، في ترجمه تانية مع رؤساء شعبه، ويملكهم كرسي المجد. انا وانت بالرغم ضعفنا بندخل قدام كرسي المجد كل قداس. عارفين ايه هو كرسي المجد ده؟ عرش الله اللي هو ايه؟ المذبح. احنا بندخل عند المذبح بناخد جسد ودمه، المسيح جالس موجود وبيدين من جسده ودمه. يحسبني ربنا بضعفي وبوحشتي اجلس مع رؤساء الشعب، مع الملائكة، مع القديسين، مع الاطهار، مع الكنيسة. شفتوا قد ايه ربنا بيرفع الغلبان؟ ايوه. عشان كده لما تيجي انت تقول انا ضعيف، افتكر كويس قوي ان ربنا شغال معاك وبيرفعك لحد فوق خالص، ويدي لك كرامة فوق كل كرامة. محدش يقول ابدا اكمن والناس بتعاملني وحش انا بلا كرامة. لا، ربنا يقدر يدي لك كرامة تعوضك عن كل وحاشة الناس. كفاية جدا مجرد ان انت تاخد من جسد ودم رب المجد. دي كرامة ما بعدها كرامة. يقول كمان اخر آية، لأنه ليس بالقوة يغلب إنسان. ليس بالقوة يغلب إنسان، يعني مفيش واحد يقدر يغلب بقوته، هو ربنا بس. بدوني، المسيح يقول كده، بدوني لا تستطيعون أن تعملوا شيء. بدوني لا تستطيعون أن تعملوا شيء. نكمل. قبل ما ندخل على نقطة الضعف التانية اللي هي بقى مش مسؤوليتي، الحقيقة في واحد مثل عجيب كده في كتاب مقدس اللي هو موسى النبي. موسى النبي ده كل أنواع الضعف موجودة فيه. يلا قولوا لي كده، ايه الضعف اللي راه هو متسببش لنفسه فيه اللي مش مسؤولية موسى؟ هو موسى كان ضعيف أصلا؟ ها اتفضل. لسانه كان تقيل شوية، ثقيل الفم واللسان، صحيح؟ ايه كمان تاني؟ كان ضعيف في ايه؟ فكروا. اتفضل بس. تهور دي مسؤوليته. برافو. هو كان ضعيف ان هو نفسه بيغلط، ما بيعرفش يمسك نفسه، بيغلط. ايوه ده ضعف، ولكن في ضعف بقى هو مش مسؤول عنه. اتفضل. لا مش بتكلم عن التهور، بتكلم هو مش مسؤول عن ضعفه. ايه هو الضعف اللي ما كانش غصبا عنه؟ يعني ايه رايكم؟ هو كان عايش فين؟ قصر فرعون. فين يعني؟ بلد مصر. بس هو اصله ايه؟ عبراني. المفروض يعني ايه يعيش فين؟ في فلسطين. ايه اللي جابه في مصر؟ عبوديه يا اولاد. هو كان عايش غصبا عنه فين؟ في عبوديه، مسجون في ارض مصر. كل العبرانيين شغالين بالصخرة كلهم، هو منهم، ولكن هو ربنا الوحيد اللي يعني هو الوحيد اللي خلاه يتدلع شوية في تربيته، دعي ابنا لابنة فرعون، لكن هو فرد برضو شايف نفسه عبراني مذلول. عشان كده لما عمل الغلطة بتاعته وانفعل، انتوا عارفين هو شاب صغير كده كان طول بعرضه حاجة كده تربية ملوك عشان موجود في قصر فرعون. ففي مرة من المرات شاف اتنين بيتخانقوا، واحد مصري وواحد عبراني. المصري بلدياته والعبراني يقول لك لحم ودم، فهو حبل للعبراني.
وقام ضارب المصري، بس ضربه ايه؟ ضربة مش ضربة عادية، قتله، موته. بعد ما مات اكتشف الناس فهرب موسى، لان كان هو عبراني، فالعبراني مالوش اي سلطان على ابن البلد، فاتخذ بقى كان هيتقتل، فهرب. قعد 40 سنة هربان، قعد 40 سنة خايف يموت. ايه رأيكوا بقى في 40 سنة دي كانت مشاعره ايه؟ ذل، ذل كامل يا ولاد، عايش في الصحراء هربان لحسن حد يشوفه، ذل كامل. هو ده الضعف؟ ايوه ده الضعف. هو مسؤول عن جزء؟ ايوه، لان هو اتطور، لكن في جزء هو مش مسؤول عنه، انه عايش في مصر. انا ما خلقتش نفسي، ربنا اللي اراد ان انا اتحط هنا. ربنا اشتغل بضعف موسى وقال له انت هتروح لفرعون وتقول له اخرج شعبي، اطلق شعبي، اطلق شعبي. شخط في فرعون اللي هو يعني كل الناس في العالم كله بيخافوا منه، هو الوحيد اللي وقف وقال له اخرج شعبي. مش بس كده، ده هدد فرعون وكل مصر بالموت 10 مرات في الضربات العشر، وربنا خلاه ينفذ الكلام، ربنا نفذ له الكلام. عايز اقول لكم قوة موسى في الوقت ده كانت مرعبة لكل مصر. هو نفسه شايف نفسه ثقيل الفم واللسان. انتوا عارفين ربنا ظهر له في العلية، سوري في العليقة، انتوا عارفين المديحة بتاعت العليقة طبعا يوم الاربعاء في 7/4، صح؟ ماشي. العليقة دي بقى كانت بداية الاوردر الالهي لموسى، لما قال له روح، قال له لا معلش مش رايح، انا بتتهته. صدقوني هو كان كده، كان بيقول كده، كان دي طريقته، يقول انا ثقيل الفم واللسان. واحد تاني اللي يروح قال له انت هتروح ومعاك هارون. عايز اقول لكم يا اولاد، لو انا بتهته ابقى ناجح جدا، تقدر تبقى زي موسى؟ ايوه. تقدر تبقى زي يوسف؟ ايوه. مين يغلبك؟ ولا حتى فرعون بكل قواته. عايز اقول لكم يا اولاد، ربنا سايب فينا نعمة وحماية وقوة، زي ما اشتغل مع موسى يشتغل معاك. ما تجيش قدام كتاب غلبان وتقول مش قادر، هتغلب، هتذاكر وهتنجح. ما تجيش قدام كورس صغير تقول مش عارف انا فاشل، لا هتشتغل وتاخده وتنجح وكل حاجة حلوة يعني، تخافش. ما تجيش قدام مشكلة صغيرة تقولك مش عارف احلها، هتعرف تحلها. ما تجيش قدام مشكلة في البيت، حاجة أسرية ايا كان هي ايه، تقول هضيع، لا مش هضيع، ربنا موجود. افتكر موسى، موسى كان حاسس انه ضايع لكن ربنا اشتغل بيه، ربنا اشتغل بيه. نكمل. الضعف اللي مسؤوليتي انا بقى، زي مثلا ضعف ايه؟ بص يا اولاد، دي الانواع بتاع ضعف المسؤول، ضعف ضعفي انا المسؤول. لو عندي روحياتي ايه ضعيفه، دي مسؤوليه ربنا، انا اللي مش بصلي، صدقوني انا اللي مسؤول عن ضعفي الروحي. كل خوف فيا انا اللي مسؤول عنه، كل غضب وكل شتيمه وكل شهوه وكل خطيه انا اللي مسؤول عنها، انا اللي زغت بارادتي. عشان كده النهارده ربنا بيقول لي بص، مستعد يا حبيبي تخليني اشتغل في ضعفك؟ اقول له يا ريت يا رب، ممكن تساعدني في ضعف الروح؟ يقول لي ايوه، طب هقعد معاك. ممكن يا رب تقبل اعترافي؟ حاضر هقبل اعتراف. ممكن يا رب تديني نعمة؟ اقول لك حاضر. تديني غفران؟ كله تمام. ضعف الروح، ضعف الارادة، ضعف الفكر، ضعف الفهم، كل ده ربنا يشتغل فيه. بس وهو بيشتغل في النوع ده، ربنا بيعمل عمل اسمه عمل شفاء. يعني انا وانت لما بنقف قدام ربنا قدام ربنا نصلي، ربنا عارف ضعفاتي، صحيح؟ عارف، وعارف كل حاجة، الهيستوري كله عنده. لكن ربنا بيعمل فيا ايه وانا واقف قدامه؟ بيعمل فيا شفاء. ممكن اكون متخيل ان انا وانا واقف قدام ربنا بدخل ضعيف وبخرج ضعيف، بدخل ضعيف؟ لا، الحقيقة كل واحد يقدر يقف قدام ربنا لا يمكن يخرج زي ما دخل. يا اولاد، في حد يقدر يقف قدام الشمس من غير ما يسخن؟ في حد في اي ماده طيب يا اولاد تقدر تقف قدام حراره الشمس وما تسخنش؟ اكيد طبعا كلهم يسخنوا. مين يقدر يقف قدام الله وما يتغيرش؟
مجرد رفعت ايدك ان شاء الله يكون ابانا الذي. صدقني هتتغير، صدقني انا بقول لك، لان ربنا كان مجرد بس وهو مصلوب جنب واحد تاني اللي هو اللص اليمين، اللص اليمين اتغير. ما يقدرش واحد يقف قدام هذا الحب وما اتغيرش، الا اذا كان هو مش ناوي بقى، مش عايز، زي اللص الشمال. اللص اليمين كان ناوي، قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكك، قال له اليوم تكون معي في الفردوس، غير ضعفه. عايز اقول لكم القصه بتاعت اللص اليمين دي اتكتبت في سطر واحد. اللص اليمين قال له اذكرني يا رب، المسيح قال له اليوم تكون معي. ماشي؟ عايز اقول لكم خلفيه السطر ده بقى عشرات السنين من الاجرام، اللي هو اللص اليمين ده، والذين صلب معه ومسك في فتنه وقتل. الكتاب بيقول كده ان اللصين كانوا عندهم ثورات واعمال قتل كتيره. يا نهار ابيض، كل ده ربنا يشيله يشفيني من كل ده؟ ايوه في لحظه ممكن. كل ده هعترف بيه؟ ايوه. ربنا يشفيني؟ ايوه. هقدر ابطل كل الخطايا دي؟ ايوه. يقدر ربنا يشتغل في واحد زيي بقاله سنين مش عارف يبطل خطيه معينه؟ ايوه طبعا. متخافش. طب لو اعترفت بنفس الخطيه مره اتنين مية تاني، ايه رايك؟ ساعات الواحد بيقول في باله شويه كلام بايخ، يقول ايه؟ يقول اصل انا خلاص الخطيه بقت بالنسبه لي ادمان، ويفضل حتة الإدمان دي البعبع اللي بيخوف نفسه بيه، بيقول أنا مش هقدر. لا، من فضلك هتقدر. ربنا بيشتغل في ضعفك، لا يمكن تبقى فاشل، هو هيشتغل فيك وهتنجح. طيب أول حاجة يا أولاد هنعملها إن احنا هنكتشف الضعف. يعني ايه؟ يقول الكتاب اذكر من اين سقطت وتب. ببساطة ادور، ادعبس، ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاني اقتل؟ موسى النبي لو سأل نفسه ايه اللي خلاني اقتل؟ ايه العصبية اللي جات لي دي؟ ايه الجنان؟ ايه التهور اللي انا فيه ده؟ اكيد كان وصل، وهو ده اللي عمله في الاربعين سنة اللي تاه فيها في البرية. طب ايه اللي خلاني اتفرج على حاجات وحشة على الموبايل؟ ما فكرتش ايه السبب، هي طلعت لوحدها. لا، في سبب، في سبب. اذكر من اين سقطت وتب. شوف النهارده مثلا صلاتك كانت عامله ازاي، قلبك ده كان بيحب ربنا قد ايه. طب شوف وقت الفراغ بتاعك كان طويل ولا قليل. طب شوف مثلا السماحيات اللي انت مديها لنفسك. شوف الابليكيشنز اللي انت حاططها على موبايلك، ابليكيشنز وحشه. طب شوف كل ده، اذكر من اين سقطت وتب. اكتشف، شوف ضعفك، خلي ربنا يشتغل فيه. ما ينفعش تروح للدكتور يا اولاد وتكشف عند الدكتور ويقول لك طب معلش فك الجزمه عشان ابص على رجليك الورمه. اقول له معلش مش عايز افك الشوز بليز، يعني اكشف كده. يعني اللي يكشف كده حبيبي فك البتاع عايز ابص. لك معلش يا دكتور انت شاطر وهتعرف كل حاجه من غير ما فك الرباط. خلص بقى. لا خلاص، روح لواحد تاني. مش عايز تكشف، انت مش عايز، انت مش عايز تتعالج. اجي قدام ابونا اب الاعتراف اخبي، مش عايز اقول. طب وانت هتخف ازاي؟ اقف قدام ربنا في الصلاه، مش عايز اتكلم عن التوبه، مش عايز اقول له سامحني. انا بتكلم بقى الكلام التقليدي بتاع، بس مش عايز اقول له سامحني انا غلطان. طب اخف ازاي؟ اكشف، شوف، دابس، قول له انا صريح معاك يا رب، انا غلط، اخطأت يا ابتاه في السماء وقدامك. هي كده الابن الضال لما وقف قدام ابوه وقال له انا غلطان اتغير. فهمتوا قصدي ازاي يا ولاد؟ تعالوا النهاردة نكشف عن عيوبنا قدام ربنا. اذكر من اين سقطت وتب. عايز اقول لكم اسوأ حاجة، خدوا الكلمة دي وفهموها، اسوأ حاجة ان انا اعتبر ضعفي قوة. ازاي يعني بتحصل؟ ساعات الواحد يفتكر ان هو مثلا اكمنه صوته عالي، اكمنه يعني بيتعامل ببجاحة او جرأة زيادة في الغلط، هو كده جامد، هو كده قوي. لا، الحقيقة مش قوي، انت ضعيف، انت كده ضعيف. اياك تفتكر ان انت عشان بتقدر تعمل حاجة غصب عن الناس انت اقوى من الناس. لا، انت مش اقوى من الناس، انت ضعيف، انت مغلوب. وعشان كده النهارده ربنا بيقول لك اذكر من اين سقطت وتوب. ما تمثلش على نفسك انك جامد، انت عارف كويس قوي ان انت ضعيف.
تعالى انا وانت نقف قدام ربنا اقول له يا رب كل الناس موهومه فيا ان انا جامد، انت الوحيد اللي فحص القلوب، مش اخبي عليك انا ضعيف جدا. عايز اقول لكم يا اولاد كل الجبابره التالين القتله اللي هم جامدين قوي ما بيعرفوش يدخلوا على السرير يناموا لحظه هاديه، لحظه هاديه، رعب، خوف، خنقه، لدرجه في ناس كتيره لازم تاخد منومات، منوم ونوع واتنين وتلاتة عشان يعرف ينام، لان هو ايه مش طايق نفسه. ايوه طبعا، لا سلام قال اله المين للاشرار، انت ضعيف. فالنهاردة اياك تفتكر ان ضعفك ده قوة، الحقيقة في ناس ما بيرضوش يدوروا ويكتشفوا الضعف. عايز اقول لكم ان العالم كله، العالم الغربي خاصة، بص يا ولاد في حاجات كتيرة قوي بتحصل في التاريخ كتير، يعني على فترات تيبيكال. زمان خالص حصل إباحية شديدة جدا في العهد القديم، حصلت طوفان إباحية في العالم كله، وربنا صبر صبر صبر، ولكن في الآخر عاقب، وده كان وقت مين؟ كان وقت نوح وعمل الطوفان، وربنا وعد وقال مش هعمل طوفان تاني، وإدى قوس قزح علامة، علامة عهد يعني. ولكن ربنا ما بيقبلش الخطية. وقت لوط صدوم وعمورة إيه اللي حصل؟ ربنا إداهم مهلة طويلة جدا وفي الآخر عقب. هم كانوا بيقولوا نفس الكلام اللي بيتقال دلوقتي على الحاجات الوحشة بالظبط، يقول لك دي حرية، أيوة دي حقوق إنسان، أيوة كانوا بيقولوا كده. حاليا بتتقال هكذا نفس الأعذار، بالعكس ده بيعتبروا ان التقدم او التحضر هو ان نغوص براحتي في الخطية ما عالجهاش. حتى ان الفجور بقى ليها قوانين، بقت واحد يقدر يتكلم يقول لا، يقولك انت في قانون يعاقبك. ليا واحدة قريبتي في كندا تحكي لي بتقول لي ايه، لو في مدرس دخل في مدرسة في المكان اللي هي فيه يعني وحكى عن ربنا يتحبس. يقولوا لهم كده انتوا بتتكلموا، انتوا بتوجهوا الولاد في حاجات دينية، وده ما يصح، ده في قانون بيمنع كده. فاضطروا يدخلوا ولادهم المدرسة الكاثوليكية الوحيدة في المنطقة على بعد كبير جدا، عشان هي الوحيدة اللي مصرح ليها تتكلم عن ربنا، لان هي تبع ايه؟ تبع كنيسة. اي مدرسة تاني ممنوع تتكلم فيها عن ربنا، ودي قوانين، يعني لو عملت كده هتتفصل وهتتحبس. فهمتوا قصدي ازاي؟ دي اسمها قوة؟ لا حبيبي، ده اسمه ضعف. الدنيا خربانة. انا مش بقول لكم كده، البلاد دي وحشة محدش يسافر، لكن عايز اقول لكم ان ما نبقاش موهومين في شكل القوة والتقدم والتحضر. لا يا حبيبي، لا، إن كان النور الذي فيكم ظلمة فالظلام كم يكون. النهاردة ربنا بيقول لي كده، إياك تفتكر أي حاجة بتعملها سبب قوة، لا، اكتشف هي سبب ضعف الأول. يلا ندخل تاني في النوع، في الخطوة رقم 2. واحد، اكتشف الضعف. 2، قرر، يلا ابتدي بقى، يلا قول إيه، أقوم الآن، يلا عايزين نمشي. ساعات الواحد بيكتشف بس مش عايز يتغير، بيكتشف. انا اكتشفت كتير يعني، واحنا قاعدين مع نفسنا ياما بتطلع قدام عينيا كل ضعفاتي، لكن امتى باخد القرار؟ عمال اجل اجل اجل، العمر بيروح، صدقوني العمر بيروح. في واحد بيأجل قرار معين من اول ابتدائي لحد ما يخلص من الجامعة وهو لسه مش عايز ياخد القرار، اي قرار بقى في حياته، وخصوصا لو قرار خطية يعني حاجة كده أبعد عنها. النهاردة ربنا بيقول لك لا، عايز تتخلص من ضعفك خد هذا القرار الآن قبل ما يروح الأوان. النهاردة خطوة رقم 3 هي، وانت بتاخد القرار خد ضعفك، خد حالك ومحتالك، وقف اعرضه قدام ربنا. قول له رب بالبلدي زي الابن الضال، قول له ايه؟ اخطأت الى السماء وقدامك بدون اعذار.
مش هقول لهم، مش هقول له اصل يا رب هم السبب، لا لا مش هقول له هم السبب، مش هقول اي حد فيا اصل انا غصب عني انا مضطر، لا مش هقول انا مضطر، انا اقول يا رب انا بلا عذر. لان الطريقه دي هي اللي تجيب نتيجه يا اولاد، الطريقه دي هي اللي تجيب نتيجه. عايز اقول لكم المسيح نفسه اتكلم مع الناس كتير خالص وكله بينفض، ها، لدرجة ان المسيح قال لهم مرة واثنين وعشرة، قال لهم من له اذنان للسمع فليسمع، ما تنفضش ما تطنش، اعرض قدامي الموضوع وما تستخباش مني. عايز اقول لكم اشهر واحد كان بينفض يهوذا، كان وعظة سمعها من المسيح كله، سمع كل حاجة رايح جاي من المسيح 3 سنين ونص، كان بيبات معاه ياكل ويشرب معاه، ما كانش مع حد تاني، ويهوذا منه كان كبير في السن، كان دايما يقعد قريب لان الكبار في السن يقعدوا على الموائد جنب رئيس المتكئ، وبعد شويه يلف السن كده الاعمار لحد ما اصغر واحد يقعد ناحيه الشمال، اكبر واحد يقعد ناحيه اليمين، عشان كده يوحنا الحبيب كان بيقعد ناحيه القلب ناحيه الشمال، فكان بيتكئ على صدر المسيح. يعني يهوذا ده كان قريب جدا في كل اكله بياكلها مع المسيح، ايوه كان بيطنش. ربنا يتكلم عن لا يستطيع احد ان يخدم سيدين، الله والمال، وانا مش دعوه، انا مش بحب المال ولا حاجه. ما وقفش قدام ربنا قال له سامحني جالي شهوه مال. يا ريت كان يهوذا وقف قال له يا رب انا اسف انا خنصرت 5 جنيه من الصندوق، ما قالوش كده، كان اعترف، كان ربنا غفر له. الحقيقه هو طنش وخبى وافتكر ان هو ناصح، افتكر ان هو جامد، أتاري مفقوس وربنا عارف كل حاجة وبيداري مرة واثنين وتلاتة. المسيح يقول له كده، الذي يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمني. أنا مش هنا، أنا مال، أنا اللي يغمس يده وهو برضو غمس يده، أنا برضو مش مال، أنا مالي، أنا منفط. كم وعظة في القداسات سمعناها، كم كلمة روحية سمعناها، كم مرة عديت قدام مكتب أبونا وما اعترفتش، كم مرة الإنجيل كان قدامي وما قريتش. بلاش أنفض النهاردة، تعالوا نبتدي، آن الأوان أقوم من الضعف. هفضل لحد إمتى أمال يا أولاد؟ في قرار لازم يتاخد، أقف قدام ربنا. طيب قول له أعن ضعف إيماني، إنما ما أقعدش مخبي. آخر حاجة هقولها هي مرحلة الجهاد. يعني إيه؟ في شوية تعب، الضعف ده يا اولاد ما بيروحش غير بالوجع شويه. يعني مثلا تخيلوا واحد عنده ضعف في العضلات، علاجه ايه؟ تمرينات، صح يا اولاد ولا ايه؟ ضعف العضلات ده يعني ولا ايه انتوا؟ صح. طيب يعني هو هيتعب وهيعرق وهيتكعور وهيقع ورجله توجعه، بس يقول له قوم تاني يا بطل، يلا شد حيلك كمل. لك مش قادر، معلش كمل هتقدر. طب انا مش يعني شيلوني حطوني، ها اعملوا انتوا التمرينات بدالي. طيب ما فيش جهاز تركبوا لي رجلي تتحرك لوحدها؟ قال لك لا خلاص انت عايز تفضل ضعيف. اللي مش مستعد انه يتعب هيفضل ضعيف. احنا ساعات لا لا يا ابونا معلش الصيام صعب، السلام معلش طويله، القداس مش فاهمه، طب الاجتماع مش يعني كده بيقولوا كلام تقليدي كله كده، هو احنا مش عايزين نعمل حاجه يعني؟ النهارده ربنا بيقول لي يلا، اللي مستعد للدخول من الباب الضيق هو اللي هيوصل. بيقول لي كده، رحب هو الطريق المؤدي الى الهلاك، رحب هو الطريق المؤدي الى الهلاك، الدخول من ثقب ابره أيسر من أن يدخل غني إما كتر. تفضل يا بشوي. صحيح. طيب. بس بصراحه بشوي الكلام اللي انت بتقوله ده بالمنطق، اللي وقعت في الخطيه بيكون عميان شويه مش فاهم، او فاهم وسوري يعني بيستعبط يعني.
انا ايه؟ انا اعمى وفي البنج، يعني مش اعمى وبس، انا واخد بقى بنج. يعني مثلا يا ولاد، حد فاكر شمشون؟ ها شمشون نهايته ايه؟ هم حلقش شعره الحقيقة، هم اللي حلقوا له، صح كده؟ طيب ايه رأيكم في العذاب اللي خده؟ ده دليلة اللي هي يعني اعتبرها الانسان شريكة الحياة بتاعته، مر واثنين وتلاتة اغوته مليون مرة، يقولها السر بتاع قوته، وهو عارف، هو عارف ان هي خاينة ليه، هو عارف ان هي هتبلغ عنه عشان يموتوه، هو عارف ده، ولكن هو برضو ايه زي ما بيقول بشوي كده، هو موجوع من جوه، ولكن بيقول في باله لا بس انا جامد، يعني انا تمام، برضو مش هتقدر. فهمت قصدي؟ اللي في الخطية بيكون اعمى، عشان كده لازم مش بقوتي انا، لازم اعتمد على قوة ربنا انها تشيلني. اللي بيقول انا اقدر هو غلبان. شمشون كان بيقول انا اقدر، انما في المرة اللي قال يا رب ربنا استجاب، ما كانش بيقول يا رب، اول ما قال يا رب ربنا قال له اوكي تمام، رد لي قوته تاني. النهاردة ربنا بيقول لكل واحد فينا ده يقدر يشتغل بضعفك، يعمل منك معجزات، يقدر بكلمة صغيرة من صلواتك حضرتك ربنا ينقل جبل. فمين قصدي؟ طبعا صح، زي مين؟ سمعان خرز، صح، كلمة صغيرة، الراجل الجزماج، سوري يعني انا اسف بالبلدي، سمعان خرز كان شغلته ايه؟ جزماجي وسقة، يعني كان جزماجي بالليل وسقة الصبح بدري، يوزع مية وبالليل جزماجي. حد اضعف من كده؟ هو ده اللي نقل الجبل، قوتي في الضعف تكمل. ده النوع بتاع الضعف اللي ربنا بيعمل بيه معجزات. بس انا عندي نوع تاني، هو خطيتي، ربنا يقدر يشتغل فيه؟ ايوه. يقدر يخلصني من ضعفي؟ ايوه. ان الله عاملا في ضعفي. ومش بس كده، خد يا اولاد مثلا، مثلا يعني موسى الاسود، ايه رايكم فيه؟ حالة الضعف الروحي شكلها ايه؟ ماكسيمم، هو يعني مقفل العداد في الخطية، صح؟ التوب، البيك بوس بتاع الخطة. وبعدين ربنا حول ضعفه إلى قداسة، وبقى بيجورث أواب أبا موسى، القديس القوي. الآن بقى مش قصده قوي عضلات، الكنيسة مش بتقول على عضلاته إطلاقا، وبتقول على إيمانه، بتقول على حياته، قداسته، القوي القديس أبا موسى. ربنا أخده من أعمق قاع إلى أعلى نقطة في القداسة. النهاردة ربنا يقدر يشتغل فيها بضعفي. موسى النبي، سوري، موسى الأسود اشتغل وتغير وتعب وجاهد وغلب. النهاردة المسيح يقول لي من يغلب سأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة. يلا نبتدي، علشان ربنا مستنيني النهاردة وبكرة وكل يوم، بيقول لي يلا هقومك من ضعفك، بس ابتدي معايا. محتاجين نعمل ايه؟ الاربع خطوات. يلا، واحد، اكتشف دعبس وما اقولش انا جامد، ها، وما غيرش الحقيقة، ما اقولش ان ده قوة وانا عارف ان هو ضعف. اتنين، اقوم الان، صح، اقرر اعمل خطوات. رقم ثلاثة، اقف قدام ربنا اقول له انا اسف، روح اعترف، واعترف مش بس بيني وبين نفسي، ايوه توب زي ما انت عايز، لكن انا لازم اروح وتمم اعترافك قدام الكاهن، عشان تاخد من فم الكاهن ايه؟ الحل، يقول لك الله يحلك، يبقى كده تمام. رابع حاجة، اتعب عشان تخلص حياتك وانت قوي مش وانت ضعيف. حد عنده سؤال يا اولاد؟ لإلهنا كل مجد وكرامة الان وكل من ضعف، فضلوا نصلي.